إذا مشاهدينا، كان هذا هو منطوق الحكم فيما تعرف بقضية خلية الماريوت التي حكمت بها جنايات القاهرة اليوم. وعودة إلى ضيفينا في استوديو الجزيرة مباشر مصر، الزميل الأستاذ عبد الفتاح فايد مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة، والكاتب الصحفي الأستاذ محمد القدوس. أهلا بكما معنا مرة أخرى. أستاذ عبد الفتاح، في البداية كيف تابعت هذا الحكم؟ في الحقيقة حكم صادم غير متوقع، أحكام مغلظة ومشددة بحق صحفيين. لم نعتد على أن تصدر مثل هذه الأحكام بحق صحفيين يمارسون عملا صحفيا. كما نعلم وعبر سنوات طويلة من النضال الصحفي ونضال الجماعة الصحفية المصرية تحديدا، والذي كانت تقود على مدار عقود طويلة نقابة الصحفيين كقلعة للحريات في مصر وفي العالم العربي، كان حتى الحبس الاحتياطي للصحفي كان ممنوعا. حتى عندما يحاكم الصحفي في قضية نشر أو قضية تتعلق بحرية الرأي والتعبير، كان الصحفي يكون في بيته ويمارس عمله بينما الوقائع المحاكمة تتم وتجري. لكن الآن الصحفي يحبس احتياطيا، يحاكم، تصدر ضده هذه الأحكام المغلظة. هذه الأحكام حتى الآن، ونحن لم تمر سوى دقائق فقط على صدور الحكم، ردود الأفعال المحلية والدولية شديدة اللهجة. صحفيون من أجل الإصلاح أصدرت بيانا تندد بهذه الأحكام. المرصد المصري للحقوق والحريات أصدر بيانا أيضا يندد بهذه الأحكام. لازالت ردود الأفعال تتوالى، سواء من هيئات ومنظمات صحفية أو هيئات ومنظمات حقوقية مصرية وعالمية، حتى من جانب طبعا السفارات، الدول الأجنبية، خاصة الدول التي ينتمي لها صحفيون حكموا في هذه القضية. القضية كما تعلم هي قضية نشر، كانت تتعلق، التهم الرئيسية التي حكم الزملاء بها كانت تتعلق ببث مواد تثير الفتنة وتهدد الأمن القومي للبلاد. والدفاع قدم حتى أحراز القضية ما تضمنته هذه الأحراز من مواد، كانت مواد عادية تتعلق بتصوير لمظاهرات تم بثها على كل الفضائيات في العالم بما في ذلك الفضائيات المصرية ذاتها، قامت بتصوير وبث هذه المواد وهذه التظاهرات، إلى جانب مواد أخرى حتى ربما لا تمت للعمل السياسي في مصر بصلة، مثل مباريات لكرة القدم وغيرها. الدفاع قدم طعونا، قدم دفوعا تنسف القضية من أساسها، مثل الأحراز التي بدلت وأضيف إليها وحذف منها، مثل اللجنة الفنية التي كان بعض أعضائها ورئيسها جزءا في عملية الضبط والتفتيش وضبط المتهمين، وبالتالي هو طرف في القضية وليس جهة مستقلة محايدة كما يجب أن تكون اللجان الفنية، وغيرها من الدفوع الأخرى. عدم اطلاع الدفاع على ملفات القضية عندما طلب أكثر من 1.5 مليون جنيه مصري للحصول على نسخة من القضية، وكثير من الطلبات التي تقدم بها الدفاع ولم تلتفت إليها المحكمة. وكان الدفاع يظن أن عدم التفات المحكمة إلى هذه الطلبات يعني أنها استجابت لها، ويعني أن البراءة هي المضمونة للمتهمين. طبعا نحن نفرق هنا أيضا من في الجانب المعلوماتي بين أمرين. الزملاء الذين صدرت الأحكام بحقهم حضوريا، هؤلاء هم رهن الحبس وهم ينفذون العقوبة التي قضت بها المحكمة. أما هناك زملاء آخرون ربما كانت الصدمة لم تفسح المجال لعرض كل تفاصيل الأحكام التي صدرت اليوم. هناك زملاء يعملون الآن في الجزيرة الإنجليزية وفي الجزيرة الوثائقية، لم يكن علاقة لهم بالقضية ولا بالأحداث أصلا في مصر، هم صدرت الأحكام بحبسهم 10 سنوات غيابيا. هؤلاء الزملاء سيتم اعتقالهم مباشرة بمجرد أن تطأ أقدامهم أرض مطار القاهرة في مصر لتنفيذ هذه الأحكام ولإعادة المحاكمة. معلوم أن الذي تصدر ضده أحكام غيابية هو لا ينفذ الحكم ولكن تعاد محاكمته، لكن يلقى القبض عليه لكي يتم إحالته إلى المحاكمة ولتبدأ محاكمته من جديد، ليدخل في هذا المسلسل من جديد. وهذا أيضا يعني أن هناك إشكالية كبيرة لا تتعلق فقط بالزملاء الثلاثة، مع شديد تضامننا معهم وصدمتنا من هذه الأحكام القاسية بحقهم، والتي بالفعل هي باعتقادي تلقي بظلال
كثيفة على أجواء الحرية العامة وحرية التعبير بشكل خاص وحرية الإعلام خصوصا. نقابة الصحفيين المصريين مطالبة بأن تلعب دورا مهما في هذه المرحلة، نعم. لأن هناك أكثر من 45 صحفي آخرين مصريين وليسوا أستراليين أو كنديين، هم رهن الحبس حاليا في مصر، إما يحاكمون في قضايا جنائية أو يحاكمون في قضايا عسكرية، أو هم رهن الحبس الاحتياطي لم يتم إحالتهم، وأغلبهم يعمل في صحف مصرية، أغلب هؤلاء يعملون في صحف أصلا مؤيدة للسلطة الحالية وليست مساندة لجماعة الإخوان المسلمين، لكنهم أيضا محبوسون ولا يتحرك أحد للدفاع عنهم. ربما نعم. نحن نقول أن صحفي الجزيرة أكثر حظا على رغم ما يعانونه، لأن هناك مؤسسة تدافع عنهم، بينما مؤسسات هؤلاء تتركهم لنصيبهم وتتركهم لغياهب السجون، ربما بالطبع. الجزيرة هي التي تسأل عنه. طيب أستاذ محمد، يعني بعد قرار النائب العام بالإفراج عن الزميل عبد الله الشامي وانتفاء وجود أي أدلة في هذه القضية طبقا لما قاله المحامون وهيئة الدفاع، كان من المتوقع صدور أحكام مغايرة تماما التي صادرت اليوم. ما الذي حدث؟ الحقيقة لا، وحكايه الافراج عن عبد الله الشامي، اولا هو ليه بدل ما نقول هم ليه افرجوا على عبد الله الشامي، ما تخلينا نسال السؤال الصح، هم ليه حبسوا عبد الله الشامي؟ نعم. يعني هم مسكوا عبد الله الشامي وسابوا عبد الله الشامي واحنا مش عارفين لغايه دلوقتي ما فيش جريمه. نفس القصه في محاكمه الزملاء الصحفيين من صحفي الجزيره، حتى هذه اللحظه انا ما عندناش ادله تفصيل بعض اللي قاله الاستاذ عبد الفتاح فايد، انه ما استعانت به المحكمه او ما اعتبرته المحكمه ادله كان في حاجات تسجيلات من قنوات اخرى زي سكاي نيوز عربيه. تصور انك انت حضرتك هنا مثلا بتتحاسب على حاجه بثتها السي ان ان، وكان في مشاهد للفيله في كينيا من قناه ناشونال جيوغرافيك. يعني هو تصوير الفيله في كينيا هيضر بالامن القومي المصري في ايه؟ الا اذا اعتبر ان الدفاع عن القاهره يبدا من الخرطوم. ده يعني يبقى كده الكلام مظبوط. عايز اقول لك على حاجه تانية في تقريركم اللي انتوا قلتوه انه تتعارض مع ان بيان رئيس وزراء استراليا قال ان هذه الاحكام تتعارض مع مزاعم الديمقراطيه في مصر. الحقيقه كان في مناقشه في صاله الاخبار قبل ما ندخل الاستوديو مباشره، هو ما قالش تتعارض معه، قال اندرماين يعني تقوض. فحضراتكم هنا عكس ما تشيع سلطات الانقلاب، انتم بتخففوا وبتتحفظوا مش بتبلغوا. يعني كلمة أندرماين بالإنجليزي يعني تقوض، فانتوا خليتوها تتعارض، يعني جبت الصيغة المخففة والمهذبة واللطيفة. أنا بضرب المثال ده للناس عشان يعرفوا كم هي كاذبة هذه الاتهامات. هقول على معلومة تانية قانونية في الحكم. لما أقول سجن مشدد، إيه الفرق بين السجن المشدد واللي مش مشدد؟ سجن عادي بينفذ في السجون اللي في دايرة المحاكم الابتدائية اللي في كل محافظة فيها سجن عمومي، وبالتالي بينفذ السجين الأعمال التي تطبق في داخل هذا السجن. نعم. يروح يطبخ لزمايله، ينظف مش عارف إيه، حاجات بالشكل ده. أما السجن المشدد فينفذ في الليمانات، ويقوم السجين فيه بأداء الأعمال الموجودة، يعني كسر حجارة باختصار. فتصور، أنا بس أقدم هذه الحقيقة لضمير العالم إذا كان العالم عنده ضمير، لأنه الحقيقة جون كيري جاء ممثلا لهذا العالم ليعطي الضوء الأخضر. الكلام اللي قاله الدكتور أيمن نور والحقيقة يعني كان لازم يمده على استقامته. جون كيري جاء ليعطي الضوء الأخضر لعبد الفتاح السيسي أن يصدر هذه الأحكام ضد طاقم الجزيرة، كما كانت من قبل زيارة كاثرين أشتون الأولى خالص كانت هي مقدمة مجزرة رابعة العدوية، وكتبت كده في الوقت ده، ناس ما صدقتنيش شوية. دلوقتي أرجو إن الناس تصدقني وأنا بقول لهم هذا الكلام. الجماعة دول بيجوا عشان عارف اللي بيضرب الطلقة بتاعت بداية السباق أو يعمل بإيده كده فيبدأ التنفيذ، وعلى الموجودين في مصر إنهم يشرفوا التنفيذ. الحاجة التانية إن البلد دلوقتي بيحكمها جهاز المخابرات، برضو علشان الناس تبقى فاهمة، الراجل اللي موجود ده جاي من المخابرات. المخابرات فيها حاجة، مكتب اسمه الشائع المتداول بين الضباط وبين بعضهم، مكتب مكافحة المجلات والجرايد، اسمه كده والله، يقولوا لبعض كده. فأنت عايز جهاز بيكافح المجلات والجرايد، يحترم الحق في النشر والحق في التعبير، للعالم أن يخدع نفسه، لكن ليس له أن يخدعنا، وعلى الشرفاء وأصحاب الضمائر في هذا العالم أن يفيقوا. ولكن أستاذ محمد، على خلاف ما تقول، هناك من يرى أن
صدور مثل هذه الأحكام بالإدانة بعد زيارة جون كيري، وحسب ما هو معلن أنه طلب بالإفراج عن صحفي الجزيرة، يؤكد استقلالية القضاء في مصر. لا مش صحيح طبعا، ما أنا قلت لحضرتك اهوت إنه لما جت كاترين أشتون هي ادت الامر بالمجزره، وكانت قاعده، انا هفكر بس الناس، تفضل. انها جت علشان تتكلم تقول المصالحه والعوده الى المسار الديمقراطي وكده، يعطيك من طرف اللسان حلاوه، ده كان الكلام المعلن. افتكروا بقى لو سمحتوا المشاهد وهي قاعده وبتغمز للبرادعي وبتضحك لمش عارف ايه، وكانها طفله مدلله او مراهقه طالعه في رحله مع بعض رفاقها، مع بعض اصحابها يعني، وقاعدين الجماعه يهزروا مع بعض ويضحكوا مع بعض، دول لا ناس بيضغطوا ولا بيتكلموا ولا بيعملوا ولا اي حاجه، دول ناس جايين يطبخوها سوا. زياره جون كيري، انا عايز الناس بس تراجع المواقف والترتيبات والنتائج، يعني كل مقدمه تؤدي بالضروره الى نتيجه. اذا كان كما اشار الدكتور ايمن نور بحق، اذا كانت كل زياره تقريبا لوزير خارجيه امريكي في ظرف مماثل ادت الى احكام بالغه سوء، الحقيقه اللي احنا بصدده ده النهارده ده لا يرقى الى ان يوصف بانه احكام قضائيه، لا في تهمه ولا في جريمه ولا يعني، انا ما عنديش اي حاجه، ما فيش واقعه من الاساس. الناس دي اتحبست ليه؟ الناس دي اتحبست لانها ادت عملها الصحفي ونقلت الحقيقه للعالم. طيب، هذه هي كل التهمه. من هذا الكلام انتقل الى الاستاذ عبد الفتاح فايد، اين التهمه يا استاذ عبد الفتاح؟ يعني هل اصبحت الصحافه جريمه في مصر؟ يعني احنما تعد تقريرا تلفزيونيا او تقريرا صحفيا ترصد فيه الواقع، وانت كصحفي او كمراسل او كمذيع ليس لك أي دخل بما يجري بالتجذبات السياسية بالصراعات السياسية. المشكلة بالفعل أن الصحافة دائما ما تكون الضحية الأولى، حرية التعبير دائما ما تكون الضحية الأولى لحالة الانقسام السياسي وللصراع السياسي. الصحفيون دائما لأنهم يكونون في الواجهة، يكونون هم في طليعة الرأي العام، يحاولون نقل الحقيقة، فدائما ما يدفعون الثمن. يحدث ذلك في الحروب، ويحدث ذلك أيضا في أجواء الصراع السياسي. لا شك أن البلاد تعيش حالة أزمة سياسية مستحكمة، لا شك أن هناك حالة من الانقسام السياسي تحولت تدريجيا إلى إقصاء سياسي ثم إلى استئصال سياسي للطرف، كل طرف يريد استئصال الطرف الآخر ومحوه تماما من على وجه الأرض، وبالتالي الصحفيون دائما ما يدفعون الثمن، لأن الصحفي الذي يريد أن يكون مستقلا، يريد أن ينقل الحقيقة مجردة، يريد أن ينقل رأي كل الأطراف، فإذا كان الطرف يريد محو الطرف الآخر فبالتأكيد هو لا يريد لرأيه أن ينقل، ولا يريد لوسيلة إعلامية أن تنقل هذا الرأي حتى ولو كان إلى جانب رأي الطرف الأصلي. إذن نحن أمام حالة يدفع فيها الإعلاميون، كان يجب على الجماعة الصحفية والجماعة الإعلامية أن تتكاتف وتتعاضد. لو تعاضدت هذه الجماعة الإعلامية والجماعة الصحفية ولم يقدم بعضها بعضا قربانا، لا استطاعت أن تنجو وتنجو بأبنائها وبإعلاميها وبصحفيها وتخرجهم من دوامة هذا الصراع السياسي المقيت وهذا العنف الدموي المريع. لكن للأسف الشديد هذا لا يحدث. في ظل التسابق وفي ظل التهافت على السلطة وعلى المناصب دائما ما يضحي ممثله ومسؤوله المؤسسات الصحفية بأبنائه. هل تدفع الجزيرة ثمن موقفها مما حدث في مصر بعد 3 يوليو و تغطيتها المهنية للأحداث في مصر؟ الجزيرة تدفع ثمن الحياد وتدفع ثمن المهنية، ليس لا أقول الموقف، لأنه ليس هناك موقف سياسي معين، لا نعمل وفق توجيهات أو وفق أجندة سياسية معينة، لكن ندفع ثمن المهنية، ندفع ثمن الحياد، ندفع ثمن أن نكون على مسافة واحدة من كل أطراف العملية السياسية، لسنا جزءا من كيان سياسي ولسنا جزءا من عملية سياسية معينة، وبالتالي أنت تدفع هذا الثمن. وهذا دليل على أن هناك عشرات الصحفيين المصريين كما قلت من مؤسسات صحفية داعمة للسلطة الحالية، ومع ذلك هم رهن الاعتقال وهم رهن الحبس الاحتياطي، وهم يحاكمون محاكمات جنائية وليست محاكمات حتى تتعلق بحرية الرأي والتعبير، بحيث لا يكون أمامهم أي متسع أو مجال للدفاع عن أنفسهم. إذن المسألة هي تتعلق بالمهنية، المسألة لا تتعلق طبعا الجزيرة تدفع النصيب الأوفر أو الحظ الأوفر باعتبار أن المكانة الدولية للجزيرة، الانتشار العالمي للجزيرة، التأثير القوي والنفوذ القوي لها ولصحفيها،
قدرتها على التغطية في مساحة واسعة وبسرعة هائلة، والانفراد ونقل الأخبار والأحداث إلى العالم قبل غيرها بكثير من الوقت، هذا بالتأكيد يجعلها هدف أول، وبالتالي تكون هي الضحية الأولى. الاتهام الافتراضي استاذ عبد الفتاح بتجدير الامن العام والاضرار بالمصلحه القوميه للبلاد، ما هو الخط الرفيع الذي يفصل بين ان تمارس عملك بمهنيه وتغطي الاحداث بحياديه، والا تتهم بانك ضد المصلحه العليا للبلاد؟ ومن يحدد المصلحه العليا للبلاد استاذ عبد الفتاح؟ كلامك صحيح تماما، لان مثل هذه المصطلحات المطاطه دائما لا يكون لها مدلولات محدده، وبالتالي هي تستخدم استخدام نستطيع ان نقول انه استخدام سياسي. لكن دعني اقول ايضا ان الانقسام السياسي الموجود في البلاد يجعل كل طرف يرى المساله من وجهته النظريه هو او من منظوره هو فقط، فما يراه هذا الطرف انه استخدام سياسي للقضاء، يراه الطرف الآخر أنه منتهى النزاهة والحيادية والاستقلال للقضاء، لأنه لو كان هذا القضاء مسيسا لا استمع لضغوط الطرف الأمريكي ولا استمع لضغوط الأطراف الإقليمية والدولية التي زارت مصر في الفترة الأخيرة، ولكان لهذه الأطراف التي تعلن صراحة في وسائل الإعلام أنها ضد اعتقال صحفي الجزيرة وتطالب. نعلم أن الإدارة الأمريكية طالبت بإطلاق سراح صحفي الجزيرة في أكثر من مناسبة، وزارة الخارجية الأمريكية، البيت الأبيض، المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كثير الخارجية البريطانية، كثير من الدول بشكل رسمي طالبت بإطلاق سراح الصحفيين. وبالتالي الذي يقف في خندق السلطة هو يقول أنه لو كان هذا القضاء مسيسا لاستمع لهذه التهديدات ولهذه التدخلات في الشؤون الداخلية المصرية كما يقول هذا الطرف، ولا قام بإطلاق سراح هؤلاء الصحفيين. طيب. الطرف الآخر يقول على العكس، هذه أطراف فاعلة متدخلة في الشأن الداخل المصري ضغط بقوة، وهي التي ضغطت لحبس هؤلاء الصحفيين. طيب. وبالتالي الانقسام يلقي بظلاله على المشهد بروح. نعم. أستاذ محمد، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر الإدانات الدولية ولا سيما من هولندا وأستراليا وبريطانيا على تغير الموقف على أرض الواقع في مصر، لا سيما من ملف الحريات وحقوق الإنسان؟ أقول لك على حاجة، في كده بيرجسون اللي هو رجل أحد الفلاسفة المؤسسين لما عرف بالحداثة، قال إن كلمة كلب لا تعض، يعني الكلام في حد ذاته لا بيودي ولا بيجيب. أنت دولة، أنت يعني أمريكا دي جورنال عشان تقول رأيها، هي وزارة الخارجية دي قناة تلفزيونية علشان تقول رأيها؟ ما ظنش. إذن لو لما تكون أنت دولة فأنت تقدر تستخدم الأدوات المتاحة للدولة. من بين هذه الأدوات المتاحة للدولة إنه هذه الدول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وقد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية ضد عدد من مواطنيها. نذكر أن مواطنا فرنسيا من قبل تعرض لاعتداءات بشعة داخل أحد السجون المصرية. الآن لدينا أسترالي ولدينا كندي وتعرضوا لاعتداءات ولتجاوزات سواء على الصعيد البدني أو على الصعيد القانوني. لما تكون حضرتك دولة وعندك مواطن من مواطنيك تعرض لجريمة ضد الإنسانية في أي دولة، فأنت تقدر تتقدم بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد هذه الدولة التي تعرض مواطنك فيها لجريمة ضد الإنسانية. لما ما تقدمش الشكوى دي يبقى حضرتك متواطئ ضد المواطن بتاعك. أنا بقول كده بشكل واضح، الحكومات اللي هي لديها مواطنون تضرروا من واللي هم أعضاء في نفس الوقت في المحكمة الجنائية الدولية، من حقهم بموجب القانون الأساسي لهذه المحكمة أن يتقدموا بشكوى ضد السلطات في مصر أمام المحكمة الجنائية الدولية. بما أنهم ما عملوش كده يبقى اللي هم بيقولوه في البيانات وفي المش عارف إيه ده كلام كده فض مجالس أو بر وعتب كما يقال. طيب أستاذ عبد الفتاح، يعني سؤال أخير قبل أن تغادرنا، أعلم أنك مرتبط بموعد آخر. يعني دائما الجزيرة تتهم بأنها وراء المشكلات في مصر، أنها هي التي تثير الشارع المصري. هل من خلال تغطية الجزيرة الأحداث، هل نحن الذين نخترع هذه الأحداث؟ هل نأتي بالأحداث من عندنا أم نغطي تغطية محايدة؟ وهل إذا توقفت
الجزيرة عن هذه التغطية، ستهدأ الأوضاع في مصر؟ هذا هو السؤال، وبالفعل الآن مكاتب الجزيرة كلها في مصر مغلقة، الجزيرة صحفيها خارج مصر والصحفيين الآخرين الموجودين في مصر إما أنهم لا يعملون أو أنهم داخل السجون، ومع ذلك لم تتوقف المشاكل في مصر. في الحقيقة الإعلام لا يخترع أحداث، الإعلام ينقل الواقع ولا يخترع، وكما نقول دائما والمقولة الشهيرة أن نقل الكفر ليس بكافر، هذه هي الحقيقة. لكن كما قلنا الحقيقة دائما تغضب، الحقيقة مرة. العكس هو الصحيح أيضا، أن الجزيرة هي ضحية لحالة الانقسام السياسي ولحالة التشرذم الموجودة اليوم. ونحن نتحدث بالمناسبة، رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب تحدث عن أنه قام بتشكيل مجلس أعلى للحوار المجتمعي، فأي يعني هذا كان بندا أساسيا من بنود خارطة الطريق التي أهملت. كان أهم بندين من هذه البنود بند المصالحة المجتمعية أو المصالحة السياسية، وبند الميثاق الشرف الإعلامي. لم يتم تفعيل لا هذا البند ولا ذاك البند. لو أنه كان قد تم تفعيل بند المصالحة السياسية كنا قد كثير من المتغيرات قد حصلت خلال الفترة الماضية بخلاف ما حصل. ولو كان بند ميثاق الشرف الإعلامي أيضا قد تم إقراره وقد فعل لتغيرت الصورة تماما، لأن العكس هو الصحيح، حملات التحريض والكراهية هي التي أدت إلى كثير من المشاكل. شكرك شكرا جزيلا الزميل الأستاذ عبد الفتاح فايد مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة، شكرا لك. وبالتأكيد التغطية مشاهدينا مستمرة معكم، ومعنا الأستاذ محمد القدوسي. أستاذ محمد، يعني الجزيرة ترفع شعار الصحافة ليست جريمة، على اعتبار أن الصحفيين يمارسون أعمالهم بمهنية وليسوا في طرف أي من أطراف النزاع السياسي في أي مكان، سواء في مصر أو في غيرها من الدول. ولكن في مصر الآن على ما يبدو أن الصحافة أصبحت جريمة، كيف يمكن التعامل مع وضع الحريات والصحافة في مصر في الفترة القادمة؟ شوف يا عزيزي، يمكن التعامل دائما مع أي أوضاع بواقعية، الواقعية هي المدخل الوحيد الصحيح. وعشان كده زي ما قلت لحضرتك في الكلام السابق، انه سيبك من الكلام اللي بيتقال، سيبك من الدول والبيانات، والخارجيه بتدين والخارجيه بتشين. الخارجيه لو هي بتدين، عندها مواطن تعرض لاعتداء، تروح ترفع قضيه امام المحكمه الجنائيه الدوليه ضد الدوله اللي اعتدت على المواطن بتاعها. دي طريقه بسيطه، ما عملتش كده يبقى البيان بتاعها بيكذب، يبقى هي بتقول اي كلام في البيان اللي هي طلعته، او بتضحك على عقول الناس، يعني بتقول كلمتين تقضي بيهم الحكايه. الصحافة ليست جريمة، ده مش شعار ترفعه الجزيرة، دي بديهية. يعني الصحافة ليست جريمة، الصحافة مهنة محترمة، والصحافة هي ضمير المجتمع، والصحافة هي السلطة الرابعة. طيب لما يبقى عندي سلطة تنفيذية بتتغول على كل السلطات، هي مش برضو مش القضاء طرد منه عدد كبير من القضاة الشرفاء وصعد آخرين كان محكوم عليهم وكانوا محالين إلى الصلاحية، وكان حكم عليهم بأن هم مفتقرين للنزاهة ومفتقرين للضمير وتقاضوا رشاوة ومش عارف إيه، ورجعوهم لمنصة القضاء ليحكموا بلسان ثقيل، وكأنهم قد تعاطوا شيئا، يعني وكأنهم يعني قد تناولوا شيئا ما قبل أن يصعدوا إلى منصة القضاء. طيب هنا السلطة التنفيذية تغولت على السلطة القضائية، هنا السلطة التنفيذية أيضا كما رأينا بتتغول على الاقتصاد، السلطة التنفيذية تتغول على التشريع. ما عنديش برلمان، وأنا عندي برلمان في مصر دلوقتي، ولما هيبقى فيه برلمان ده إن بقى، هل البرلمان ده هيبقى ممثل للشعب المصري؟ أكيد لا. إذن النهاردة عندي السلطة التنفيذية بتتغول على السلطة الإعلامية، ده جزء من سياق الانقلاب على بعضه. يعني الحالة انقلاب، ففي سياق الانقلاب الكلمة للدبابة والكلمة للمدفع لا قيمة القانون. حكاية خريطة الطريق اللي أشار إليها الأستاذ عبد الفتاح فايد بحق دلوقتي، وإن كان فيها بند المصالحة المجتمعية، طيب ما انقلاب يوليو برضو قال لنا ثلاثة هدم كنا بناخدهم كده في المدرسة، يقول لك ثلاثة هدم وثلاثة بناء، القضاء على استعمار وأعوان، والقضاء على مش عارف إيه، إقامة حياة ديمقراطية سليمة. الأول مبدئيا ضباط يوليو حطوا إقامة حياة ديمقراطية سليمة دي نمرة ستة وما نفذوهاش خالص. يعني في وسط ست أهداف، طيب، فأنت حطيت الديمقراطية أخيرا ولم تنفذها، وهذا هو الحال دائما في الانقلابات، لأن الانقلاب نقيض الديمقراطية. سنعود إليك مرة أخرى أستاذ محمد، نزف فقط
معرفة ردود أفعال الخارجية الأسترالية، حيث أعربت وزارة الخارجية الأسترالية عن صدمتها إزاء الأحكام الصادرة بحق صحفي الجزيرة في مصر. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية في مؤتمر صحفي إن الأحكام الخاصة بسجن الصحفيين تتناقض مع دعاوى الحكومة المصرية بأنها تسير نحو الديمقراطية. بيتر غريستا صحفي أسترالي يحظى باحترام كبير، كان في مصر لتغطية حالة سياسية، لم يكن هناك لدعم الإخوان المسلمين. نحن نحترم نتيجة الانتخابات الأخيرة في مصر، وسوف نبدأ الآن التواصل على أعلى المستويات مع الحكومة المصرية الجديدة، وذلك لكي نرى ما إذا كان بالإمكان أن نكسب قدرا من التدخل من الحكومة الجديدة، ونعرف ما إذا كان هذا التدخل ممكنا في هذه المرحلة بالتحديد. لقد تحدثت مطولا مع أهل بيتر غريستا، وهم ينظرون في خياراتهم القانونية بما في ذلك خيار الطعن. نحن لا نعرف المدة التي سوف يستغرقها عملية الطعن هذه، ولكن في غضون ذلك سوف نوفر كل استشارة قانونية ممكن للسيد غريستا وأيضا لأسرته. نحن نفهم أن مصر قد مرت بأوقات صعبة وشهدت اضطرابات كبيرة، لكن هذا النوع من الأحكام لا يدعم ادعاء مصر بأنها تنتقل نحو ديمقراطية. إن الحكومة الأسترالية تحث الحكومة المصرية الجديدة بالتفكير بالرسالة التي ترسل إلى العالم اليوم فيما يتعلق بالوضع في مصر. الحرية وحرية الصحافة أساسيتان لكل ديمقراطية. إذن مشاهدينا، تلك كانت أو كان تعليق وزيرة الخارجية الأسترالية على الأحكام الصادرة اليوم من محكمة جنايات القاهرة فيما يعرف بقضية خلية الماريوت، والتي حكم فيها على 7 صحفيين بالسجن 7 سنوات، وعلى صحفي آخر بالسجن لمدة 10 سنوات وبراءة 2، وسجن أيضا 11 عاما، أو السجن 10 سنوات على 11 آخرين غيابيا. عودة إلى ضيفنا الأستاذ محمد القدوسي، كيف ترى تعليق وزيرة الخارجية الأسترالية على هذه الأحكام؟ أراه كما وصفت منذ قليل، هم يتفهمون أن هناك ظلما لابد أن يقع في مصر. نعم. بدعوى أن هناك اضطرابات قد حدثت في مصر. طيب، أنا كصحفي وصحفي أجنبي ولا أحمل الجنسية المصرية ولا عنديش أي انتماءات لا هنا ولا هنا، أنا تعلمت أن أنا أمسك كاميرا أو أمسك قلم أو أمسك ميكروفون أعمل بيه لقاء أو أصور بيه حاجة وأنقلها، وضميري المهني لا يسمح لي بمخالفة. يعني ما ينفعش أن يبقى فيه 2 واقفين في الشارع وصورهم كما حدث، كما فعل الذين زوروا حكاية 30 يونيو. ما ينفعش أن أنا أستخدم الجرافيك وتكرار الصورة عشان أصور الاثنين دول أن هم 2000، وما ينفعش أن يبقى فيه 2000 وأقول لا ده قلة قليلة وقلة منحرفة، زي ما كانت بيانات وزارة الداخلية المصرية بتقول من أيام النبي إسماعيل وانت طالع. فإذا الصحفي اللي عنده نزاهة واللي عنده مهنية واللي عنده ضمير مهني حي ويقظ لا يستطيع إلا أن ينقل ما يراه أو ينقل ما يسمعه أو ينقل ما يعرفه. فلما يكون الصحفي ده لم يفعل شيئا إلا أنه مارس مهنته، هو ليه عليه أنه يدفع تمن هذا الاضطراب الذي تزعم استراليا انه قائم في مصر؟ ثم هو مين اللي سبب الاضطراب ده؟ يعني ناس تعمل الاضطراب وناس تدفع التمن. ثم هي مهمه وزيره الخارجيه او وزاره الخارجيه الاستراليه، هي مهمتها انها تبرر ان في انقلاب وان اصل الانقلاب ده عامل اضطراب، واصل في وسط الاضطراب معلش يا جماعه بتحصل في احسن العائلات بيحصل كده، ولا مهمتها هي انها تدافع عن مواطنها؟ دول متخلين حتى عن مواطنيهم. خلي بالك انه كما قلنا هذا الانقلاب هو في الاصل انقلاب النظام الامريكي وانقلاب كاترين اشتون تحديدا في اوروبا، لان كاترين اشتون طوال الوقت على صله صداقه قويه جدا وكبيره جدا مع نظام مبارك. استراليا
مرتبطه في الاخر، هي جزء من المنظومه الغربيه، جزء من المنظومه الامريكيه الاوروبيه، ما عندهمش لا عزيز ولا غالي ولا حتى من مواطنيهم. يعني احنا مش بنتكلم على انهم يقفوا الى جوار الحقيقه ولا يقفوا الى جوار حق الشعب المصري، لا، ده انا بقول له طب اقف جنب المواطن بتاعك، بيقول لي لا والله ده انا متفهم ومستوعب، واصل الانتخابات اللي حصلت في مصر وكان مهمه بيان وزاره الخارجيه الاسترالية ان يبرر للانقلاب لا ان يدافع عن المواطن. الى اي مدى استاذ محمد قد عاد هذا الحكم او اعادنا الى سنوات ماضيه فيما يعرف بحريه الاعلام؟ الان كل دول العالم تتحدث عن المواطن الصحفي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي اللي يقدر يصور أي حادثة أو يبدي رأيه على صفحته الشخصية. يعني حينما يتهم صحفي الجزيرة بتكدير الأمن العام ونشر أخبار كاذبة وغيرها، يعني هذه التهم ألم يعني قد عفى عليها الزمن؟ لما 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 صحفي يتحط في اللومان عشان يكسر حجر، أنا بس أريد أن أنقل، أريد للعالم كله أن يضع هذه الصورة أمام عيني. فأنت هنا مش رجعت لعصور، ده أنت رجعت للعصور الوسطى، ده أنت رجعت لعصور الظلام، حيث كان من يفتح فمه يعني بس مجرد أنك أنت تتلفظ بكلمة دي جريمة الجرائم ودي فيها قطع الآن. عايز أقول لك بس على حاجة، أنه معاوية بن أبي سفيان قال إنا لا نحول بين الناس وبين ألسنتهم ما لم يحول بيننا وبين ملكنا. أنا عايز نرجع لزمن معاوية بن أبي سفيان. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد القدوسي، وبالتأكيد مشاهدينا الكرام التغطية معكم مستمرة حول حكم محكمات جنايات القاهرة اليوم فيما يعرف بقضية خلية المريض، فابقوا معنا.